ما الذي ينتظره يعني الجانب الإسرائيلي هنا؟ أنا برأيي إنه أو تصوري ما في وقف إطلاق النار قبل استلام دونالد ترامب يعني 20 يناير. يقدم نتنياهو هدية لترامب. ومن ثم ومن ثم نوقف إطلاق النار لأنه في صار ضغط على نتنياهو بموضوع المحكمة الجنائية الدولية، صار في ضغط عليه كبير. ما بقى يقدر يعني يضل ماشي بالحرب بلبنان. شكرا جزيلا من مدينة طرابلس شمال لبنان الكاتب والباحث السياسي عبد الحميد عجم. إذا نشاهد وإياكم هذه الصور الآن التي نعرضها الآن، الرشقة الصاروخية الأخيرة لحزب الله التي ضمت كما ذكرنا 30 صاروخا. مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي ومن تل أبيب كان قد تحدث وأشار إلى أن 150 صاروخا بالفعل أطلقت أو أطلقها حزب الله على إسرائيل. نشاهد الأضرار المادية، النار التي تشب بعدد من الزوايا في الشوارع الإسرائيلية، أيضا كيف أن القبة الحديدية وإن اعترضت بعض الصواريخ إلا أنها يعني فشلت بإسقاط صواريخ أخرى. نتحدث هنا طبعا عن استياء الشارع الإسرائيلي بسبب استمرار حزب الله بإطلاق هذه الصواريخ، وربما ما يعكسه بعض المراقبين بأن حزب الله وفق القدرات التي يمتلكها ما زال قادرا بالفعل على توجيه صواريخه على إسرائيل. أيضا الآن وبحسب مصادر الحدث هناك إصابة مباشرة لقاعدة عسكرية في وسط إسرائيل بصواريخ حزب الله. إذن كما يرد إلينا الآن إصابة مباشرة لقاعدة عسكرية في وسط إسرائيل بصواريخ حزب الله. حزب الله كان قد استهدف أيضا سابقا عددا من القواعد العسكرية الإسرائيلية، كان قد أو أشارت مصادر في وقتها إلى إصابة يعني مناطق عسكرية مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي إضافة لبعض القواعد الجوية العسكرية.